بكلم وباكد تاني ردا على الدكتور صلاح حسب الله. الدكتور صلاح حسب الله بيقول ان هو ما يعرفش كامل عدد اللي ممثل لتيار الاستقلال او لحزب السلام. حزب السلام وهو جزء فقط جزء من تيار الاستقلال، ممثل بستة اعضاء هو يعلمهم جميعا وكلهم اصدقائه، منهم الدكتور عبد الحميد الشيخ اللي هو نائب تلا، منهم ايضا الاستاذ عماد محروس او العميد عماد محروس نائب دمنهور، منهم ايضا النائب حسين ابو جاد، منهم ايضا النائبه نعمه قمر، منهم ايضا النائب سعيد حساسين، منهم ايضا النائب العميد حماده القسط او اللواء حماده القسط اللي هو عضو لجنه الدفاع والامن القومي. ده حزب السلام فقط. احنا عندنا كمان عدد من المستقلين وهو الاكبر اللي هم بينتموا لتيار الاستقلال وياخدوا الانتخابات مستقلين. وانا مش بلوم، هو يعني انا مش عارف هو الكلام ما كانش موجه ليه ان هو تصرف معين عشان يرد ردود اللي فيها نوع من الاستخفاف بالاخرين. وبيقول لحضرتك ان هو كان معايا امبارح وما قاليش ان انا هترشح وانا اعلنت عن ترشحي. واضح يا استاذ عمرو ان برضو احنا لازم نوضح الراي يعني للناس بشكل جيد وبشكل شفاف. الهيئه البرلمانيه في البرلمان رات انها ترشح احمد الفضالي. هذا الترشيح لم اتخذ فيه قرار على الاطلاق، عرضته على الهيئه العليا للحزب ورفضنا هذا الترشيح جملة وتفصيلا. هذا ما حدث. يعني انا لغايه كل ده حصل فيه على يعني في ظرف ساعات. وانا اؤيد المشهد ان انا مش ممكن نتحرك في ظرف ساعات عشان نشارك في عمل بهذا القدر من المسؤوليه. تيار الاستقلال الثاني انا لا اقلل من شان دعم مصر او غيرها، انا بقول اسمحوا للاخرين. وليس الكلام هنا موجه ايضا للاستاذ صلاح، الدكتور صلاح حسب الله او الاستاذ الفاضل رئيس الائتلاف محمد السويدي، بالعكس الكلام هنا موجه لقيادات البرلمان التي لها علاقة بهذا التشكيل. والدعم خلف الأعضاء وتشكيل الائتلافات وغيرها من الجهات الأخرى. أنا بنشد الكل بدون اتهامات، بنشدهم إن احنا من مصلحة مصر إن احنا نعمل النهاردة على وجود قوة سياسية داعمة للدولة المصرية وهذا شيء أعتقد مطلوب من الجميع. شكرا جزيلا. وأنا بأكد على كلامي هذا، وبأكد إن أنا برضو فيما يتعلق بما قيل عن اعضاء البرلمان وغيره، انا بس مش عارف الدكتور صلاح ما رضاش لي يسمي مين اللي زكى السيد موسى مصطفى موسى. يعني مثلا السيد موسى مصطفى موسى مع كل تقدير واحترام ليه واحنا سعداء ان في حزب يمثل في الانتخابات الرئاسيه، لكن هو ملهوش هيئه برلمانيه، ملهوش عضو واحد نجح، ومع ذلك لم نعترض على ذلك. يعني انا سالته مرتين او ثلاثه حوالين لم يرد وطلب مني انا ارد امين الاعضاء اللي عندي، رديت على جزء صغير كمان، رديت عليه بدقه. اذا انا بس بحافظ على دقتي في الكلام. مع كل احترامي وتقديري للدكتور صلاح حسن الله. شكرا جزيلا للمستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال.